الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبابي وأحباب الشافية المغربية، لكم مني السلام. تنطلب الله سبحانه وتعالى يحفظ المتابعين والمتابعات والمسلمين والمسلمات إن شاء الله. اليوم غادي نطردو الحسد والعين والتوابع اللي تجينا من شياطين الإنس والجن. عندي غيار في الدار، عندي مشاكل مع الزوج ديالي، عندي مشاكل مادية، عندي مشاكل مع أولادي، ما تسمعوش كلامي وما تنكونش مرتاحة في بيتي، حيت عندي طاقة سلبية تدخلني إما من شخص معين أعرفه، إنسان تنعرفه تيجي عندي وتيخلي عندي طاقة سلبية. عندي إنسان ديما مطاردني بعينه، أو مطاردني بكلام سوء، أو مطاردني بالحسد والعين، مخلي ليا قلة البركة. ديما عندي مشاكل، وديما عندي هم وغم. علاش ما نديروش واحد الوصفة وتكون مفيدة للجميع؟ وأقل حاجة غادي نديروها إن شاء الله. قبل ما نبدا نشكر المتابعين اللي في القنوات يدخلوا عندي، تنقول لهم شكرا شكرا شكرا. ان شاء الله غادي نكونوا ان شاء الله في الخير وبركه، وشكرا على الدعم ديالكم احباب الشافيه المغربيه. لابد نديروا هذا الوصول، لاننا بغينا نطردوا التابعه والحسد والعين. غادي نديروها نهار ثلاث، وربي غيسهل الامور وغادي يسرح الخبال. الخبال شنو احبابي؟ الخبال هما الحسد والعين والنواحس. عينا ما نفوسخو، عينا ما نديرو، ولكن عندي طاقه سلبيه تكون عندي في البيت. ولكن هاد الوصفه نديرها كل ثلاثاء، هذه وصفه ثلاثاء. ولكن عندنا واحد العشبه اللي غطرد لنا هذا المشكل، وعندنا عشبه اللي غادي تحيد لنا كاع التوابع، لان حنايا محتاجين اننا نحصنوا ولادنا ونحصنوا البيوت ديالنا بالصفه والنيه. ما غادي نضروا حتى حد، غادي غير نردوا علينا الهم والغم والحسد والعين، لان محتاجين حنا نكونوا ايجابيين في بيوتنا مع اولادنا ومع ريوسنا، ونحيدوا الطاقه السلبيه. بعض الاحيان تيكون عندك انسان يتربص بك، ولكن ما تعرفيش شكون، واش من اهلك ولا من اصحابك ولا من جيرانك ولا من اي شخص تتهميه انت، وانه ديما هو انت في البال ديالو. ولو انت ما حطاهش في البال ديالك، هو ديما يتربص بك ويتكلم بسوء عليك، لان هذا الموضوع جاني بزاف، هذاك الشيء علاش نتكلم عليه بزاف. ولكن الوصفه ديالي ديال اليوم عباره على وصفه رائعه بعشبه رائعه. عندنا جوج مكونين ان شاء الله غادي ديروهم، وغادي ان شاء الله اما ديروها ثلاثاء ولا اربعاء، ولكن من الاحسن طردوا التابعه يوم الثلاثاء يوم الاربعاء، ما يوقع عندكم لا صداع لا والو. لان يوم الاربعاء بعض الاحيان الناس تيكون عندهم ساعه منحوسه، لان فعلا الاربعاء لا يعلم الغيب الا الله، ولكن يوم الاربعاء كانوا الناس تحترموها بزاف. الناس ما تغسلوش فيها، ما تيصلحوش فيها الدار، ما تيصوبوش حتى حاجه، ما تيصبنوش فيها. ولكن حنا قلنا كاين القران الكريم، ما تنتبعوش شي حوايج ما تيقبلهمش المنطق وما تيقبلهمش العقل، ولكن فعلا يوم الاربعاء تتكون ساعه ماشي هي هذيك. ولكن ساعه في الاربعاء ديما ندير الدعاء ديالي: اللهم جرني من يوم الاربعاء، اللهم جرني من يوم الاربعاء، اللهم جرني من يوم الاربعاء. ديما ناخذ ندير الدعاء ديالي، وان شاء الله الناس اللي توقعوا عندهم مشاكل، لان واحد الاخت قالت لي عندي مشاكل ديما يوم الاربعاء، تكون عندي مصائب في يوم الاربعاء. ولكن تحصني اختي بالقران الكريم، حاول انني ندخل الدوش نعوم بالماء والخل يوم الثلاثاء يوم الاربعاء، ما يبقى عندك حتى حاجه. اذا انت ان شاء الله ديري هاد الوصفه اللي قلت لك، الماء والخل والملحان، عوم يوم الثلاثاء ونحصن راسي بالقران الكريم، وان شاء الله ما يكون حتى باس. اذا عندي واحد العشبه اللي غادي ان شاء الله، عود صليب اللي غادي نجيبه من عند العطار. هذا 3 دراهم، 3 عود صليب
ب3 دراهم، ما غاديش نتبخروا به. عينا بالبخور، الناس ما تيبغوش البخور بزاف، ولكن نحاولوا ان شاء الله غادي نوضعوه هنا، اما يوم الاثنين غادي نوضعوه ونعمر عليه الماء، لان خصنا نعمروا عليه الماء باش انه ياخذ الطاقه ديال باش انه يطلق هذيك الماده ديالو، عود الصليب. هو تيفسخ السحر، تيفسخ العين، تيفسخ الحسد، تيفسخ الحاجه اللي تتكون مركومه في البيت، بحال الولد الا كان جالس في البيت ما تيبغيش يخدم، البنت الا ما بغاش تتزوج وما بغاش تخدم، المراه تتكون في البيت وتتكون مسكينه مقاده، لا تخدم لا تشقف على اولادها، اما الاولاد ما يقدروا لا يحفظوا ولا يدرسوا ولا حتى شي حاجه. كاين نحس في البيت، هاد عود الصليب الصالح لطرد النحس والعين والحسد، لانه رائع في الفسخ. غادي نخليه ليله كامله بعد ما نحط حفنه الملح، وغادي ان شاء الله ندير عود الصليب هذا ب3 دراهم عند العطارين، موجود عود الصليب هانتوما، لان عود الصليب موجود هانتوما، عود الصليب هو هذه ب3 دراهم، هنوضعها هكا ونخليها نخليها تطلق، نخليها اطلق. نقدر انني ندقها مهراز ونوزعها على الماء مع الملح، نخليها ليله كامله ترقد. غادي نقرا سوره الزلزله 7 مرات، 7 مرات سوره الزلزله 7 مرات، وغادي نقرا ايه الابطال. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. بعد ما نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونقرأ هذه الآية 7 مرات، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. سورة الزلزلة تطرد النحس وتطرد الحسد وتطرد التوابع والتوابع من أي سحر، وهذه آية الإبطال هي تبطل السحر، تبطل السحر، لأنها تنحطها بزاف في الوصفات. وغادي نقرأ الفلق 3 مرات وسورة الناس 3 مرات، غادي نخليها ليله كامله، غادي نغطيها. ها انتم راه بدا يطلق هذا السوريه ديالو، غادي يولي الماء لونه اصفر، الماء غيولي لونه اصفر. غتلقاو طلق هذاك الماده ديالو مع القراءه، غادي نغطيه في الليل من طاقه سلبيه. غنحطو فين غنحطو؟ غنحطو حدا الباب، هنحطو حدا الباب وهو مغطى من الطاقة السلبية. صباح رباح، هنصلي إما الفجر إما الصبح. غادي نمسح العتبة هي الأولى بقليل من هاد الماء، غادي نرش الزوايا البيت اللي ما سيوصلوهاش، الأحذية ورجلين، هنمسح بها الموبيليا، هنمسح بها كاع الجوانب ديال الدار، هنمسح بها الجوانب ديال المنزل، جوانب ديال المنزل، وغادي نرش امام العتبه شويه. ان شاء الله بحول الله غادي ان شاء الله غادي ما يبقاش عندكم هذاك الصداع والمشاكل، والحاجه اللي تعطيكم الطاقه السلبيه، لان هذا المكون له شأن عظيم في ابطال السحر، هذا المكون له شأن عظيم في السحر. هو بدا يطلق المفعول ديالو، وهذا ان شاء الله غادي ناخده ونخليه من غادي ياخذ الماده ديالو يطلقها، غادي ناخده نخليه في نخليه حدايا في المطبخ، ونبقى نبخر به مره مره، لانه هاد عود صليب كبير، وغادي نخليه نقطع منه ونبقى نبخر به كل مره بغيت او كنت نتبخ في المطبخ. غادي ناخذ شيء منه ونحطه فوق الغاز ونخليه، لان مقري عليه القران، في نفس الوقت هو يفسخ السحر، ووقت ما بغيت نبخر به نبخر به. ولكن هذه يوم الثلاثاء او يوم الاربعاء نطرد السحر والحسد والعين والتوابع والحاجه اللي موقفه ليا من المال او اي حاجه، من نمسح الباب
نقول يا رزاق يا فتاح، ديما نفتح العتبة ديالي ونمسحها وديما نقول يا فتاح يا رزاق، يا فتاح يا رزاق، يا فتاح يا رزاق، يا فتاح يا رزاق، افتح لي باب نصيبي. ديما نوصيكم ديما من المسح الباب ديما نفتح بابي ونقول يا فتاح يا رزاق، افتح لي نصيبي في رزقي، لأن الله سبحانه وتعالى تيبغي الدعاء وتيبغي لي تيبقى يلح عليه. إذا أحبابي لحوا على الله في الرزق، لحوا على الله في أموركم، الله يسمع كلامنا ويرانا. إذا أحبابي نوصيكم ديما بالدعاء، والله موجود في كل مكان. إذا أحبابي لا عجبتكم الوصفة خليوا لي لايك، دعموا القناة، فعلوا الجرس، تابوناو. بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.